تعالوا بقى نروح لملف اخر ونبعد شويه عن كره القدم، لان امبارح كان معانا هذا الخبر تحديدا. كنا بنتكلم عن ميار شريف، للاسف امبارح ودعت ميار شريف لاعبه المنتخب الوطني للتنس بطوله مدريد للماسترز بعد الخساره من اللاعبه البيلاروسيه ايرينا سابلينكا. وكنا اتكلمنا عن ايرينا شويه واتكلمت مع حضراتكم، عندها 24 سنه مصنفه ثانيا او الثانيه على العالم في الدور هنا ربع النهائي. بنتكلم يعني رغم فكره برضو تفوقها او تفوق هنا ميار شريف المجموعه الاولى بواقع تقريبا كانت 6-2، خسرت للأسف المجموعتين اللي بعد كده. وفي كل الأحوال في كل الأحوال ميار نجحت في كتابة التاريخ بالتأهل أصلا لربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، ودي بطولة يعني عظيمة جدا وكبيرة جدا زي ما بتقال ذات الألف نقطة كمان. وقدمت بصراحة للي اتفرج من حضراتكم أو تابع المباراة، مباراة كانت قوية جدا، وبنقول لها على كل حال بالتوفيق في اللي جاي. وكانت مباراة قوية وكنت مشرفة في الأول وفي الآخر. مش مشكلة الواحد يخسر يا كريم مباراة، مش مشكلة الواحد يخسر في فيس في حياته أصلا، بس الفكرة كلها إن أنا لما بقع لازم أرجع بسرعة أقف على رجلي مرة تانية. ده اللي بيفرق البني آدم القوي من البني آدم الضعيف. مش مشكلة، كلنا معرضين لده، كلنا حصل في حياتنا وكلنا هيحصل في حياتنا ده، بس الوقعة لازم بعدها يجي قومة بسرعة والرياضة دي الطبيعي فيها. فعلى كل حال فخورين بماير، كان نفسنا تكسب بس أكيد. نورمال أكيد. يعني ما فيش مشكلة. طبعا. البنت مقدمة رانكينجز عظيمة لحد ما لحد هذه اللحظة، وده يخليكي متأكدة أنا هوند إن هي إن شاء الله هتعمل اللي أنت بتقوليه. هي طالما وصلت للمرحلة دي وهذا المستوى العالمي في عالم التنس، الحقيقه اكيد هيبقى عندها قدره ان هي حتى لو خسرت لقاء او خسرت بالزبط. لقب او بالزبط. خسرت بطوله ترجع مره تانية تقف على رجليها. دي واحده من الناس اللي مشرفانا على على الصعيد العالمي بالمعنى الحرفي للكلمه. الحقيقه اكيد بنتمنى لها كل التوفيق في كل ما هو قادم ان شاء الله.